بسم الله الرحمن الرحيم. ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة، إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون. صدق الله العظيم. صدق الله العظيم. قل يا شيخ عنون، زوجتك موكلتي. زوجتك موكلتي السيدة ليل. السيدة ليل بنت المعلم صابر أبو جديد. بنت المعلم صابر أبو جديد. على سنة الله ورسوله. على سنة الله ورسوله. وعلى مذهب الإمام أبي حنيفة النعمان. وعلى مذهب الإمام أبي حنيفة النعمان. وعلى الصداق المسمى بيننا. وعلى الصداق المسمى بيننا. قل له يا معلم حسن، وأنا قبلت زواجها. وأنا قبلت زواجها بالرفاء والبنين إن شاء الله. مبروك، ألف مبروك. ألف مبروك يا معلم حسن. مبروك يا فتوتنا. شكرنا رجالة، عقبال عندكم جميعا. الله يبارك فيك. الله يبارك فيك. الله يبارك فيك. الله يبارك فيكم يا رجاله. الله يبارك فيك. متشكرين متشكرين، عقبال عندكم. احنا بعتنا نجيب الزفه يا معلم حسن. لا زفه ايه؟ ما ينفعش نعمل زفه قبل ثانويه المعلم صابر. انا ما اعرفش انت بتعمل في نفسك ليه كده. انا عايزك تفرح كده وتفرحنا معاك يا معلم. يا سيدي انا فرحان، خليك انت في حالك. يلا شوف مصلحتك. ربنا يتمم لك بالخير يا سيد المعلمين. يا معلم حسن، خد يا اخويا عايزاه. خير يا زينب؟ في ايه؟ اللي ينفع تسيب عروستك يوم فرحها. شوف وش معاك بس. يا سي عزم، سي عزم، يوم استنى يا اسطى والنبي شوي. ما انا قلت لك بكره هترجع البيت وهتكون سيد الرجال وفتوتهم كلهم. صح، يوم ما ارجع الجمالية ابقى فتوتها وكل كلب ضحك عليا هيدفع التمن. طب مش عايز تفتح البيت وتدخل تريح جدتك جوه شويه؟ لا، ما رجلي مش هتعدي بالبيت ده الا وانا الفتاوه. يلا يوه، استنى يا سي عزم انا جايه معاك.